السلام عليكم حبايب، كل شخص بينا عنده حلم وفي عالم حلمها تحصل فلوس وهي قاعده، ولذلك جبت لكم منصه بوكت بلوكر. هاي المنصه تقدر تحصل من خلالها فلوس وانت قاعد. تعالوا طريقه سهله وبسيطه، تعالوا وياي اعلمكم خطوه بخطوه. اول ما تدخل على المنصه سجل حسابك وتدخل بريدك الالكتروني، لا تخلي البرومو كود مالتي حتى ينزل لك بي ايداع 100% تربح الضعف. حسن تعرفتوا شلون يسجلون دخول؟ تعالوا وياي خطوه بخطوه حتى خليكم تعرفون كيفيه الايداع. شوف حبايب قلبه، هاي الف طريقه للايداع، شوف الطريقه اللي تناسبك حتى تقدر تودع بيها. هسه انتم جاهزين حاليا؟ تعالوا وياي خليني اراويكم كيفيه الشغل بيها. وهاي طبيت $100، يا ربي يصعد السهم، اذا صعد السهم يعني احنا راح نفوز. يا ربي يا ربي، صعد صعد صعد، ايه قصر 190. وطريقه السحب كل سهله، تعال اعلمكم شلون يسحبون الفلوس. تدخل على السحب، تخلي المبلغ اللي تريد تسحبه، وكل سهله ما اراد له شيء راح يوصل لك على حسابك دايركت. ومو تنسون ما تستخدمون البرومو كود مالتي، لان شنو؟ تخلي 100 يجنك 200، تخلي 300 يجنك 600 اضعاف، تمام؟ بالخير وبالبركه عليكم وان شاء الله كلها تستفاد. هسه ماما، هسه حبيبتي نص ساعه ما بقى شيء، اسرع اكمل يا روحي. بس خليني اكمل زينب بتجواني؟ زينب أخت حسن يصير أخوها؟ أنت إيه؟ أخت فاطمة إيه؟ شبيه؟ فاطمة مال هاي بزيارة تروح ويانا. إيه خابرتني. شبيه؟ قول أحبك. شنو أحبك؟ شخويات ويني ولي الشقة ماسخ هذي. يا حبي أحبك، قلت خابرتني. شو تريد منك؟ قل لي بنتك شو تحط لها؟ حاسداتني. شو تحط لها؟ هاي شعرها هو وجهها أبيض هيج خبطة عاف الوجهها يا طفلة، تخليها خبطة. يلا يقول شعرها ليش هيج طويل؟ شو تخلون شعرها؟ شو نخلينا زيت؟ أقول الزيت يومي يبطل يومي يبطل، بالي حق قلبي بطماطات، وين الزيت يروح؟ مو زيت مال وجبة، زيت مال شعر، زيت مال شعر. حلو، زيت مال شعر؟ من تجيبيه؟ أجيبه من زيت بنت السلطان. حلو، فرع كربلاء على الخفاجي. حلو، على الخفاجي؟ زيت مضبوط درجة أولى. بيش؟ منعك ومسهل، يمنع التساخط وقوة للشعر، شعراي بعد من الجر هيك شلع ما تنجر. حلو، ما تجيبيه. بيش؟ 25. 25 شنو؟ 25 وتوصيل مجاني حبيبي. توصيل مجاني. توصيل مجاني يعني. اعطيني رقمهم خلنا نزل هياه. تحسبها توصيل 5000 ام 20 هو؟ اعطيني رقمهم خلنا احكي وياهم. رقمهم؟ الزل هياه هاي بومه. حاسر بنيه على شعره. شعره شو احسن؟ شو عيب من الكاميرا؟ حبيبي طلع الرقم. ها؟ طلع الرقم. يلا طلع الرقم. شو الرقم غير حافظ انت مع الخفاض مان؟ يلا. رد لي اياه راح احفظه على الغيب بسرعه. بسرعه ايش حافظ تدبرت؟ يلا والله العظيم احفظه على الغيب. يلا 0775 0775 8977 8977 02 90 90 راح ارد لك اياه بسرعه. 0775 89 7 02 90. كم لي اغراضك؟ قومي راح اقول لك تطلب منه. قل لي كم لي شغلك؟ يلا راح تطلب منه فلوس راحا كافي. كم لي شغلك؟ يلا انا شو علي؟ يلا قعدي ماما مكانك، امشي امشي مكانك، خلي اكمل شغلي. يلا خل تحجز على الواتساب، على الواتساب رقمهم بواتساب. ماشي بس بينها واتساب يا الفقر بنت. ماما اخر من اللي اتوقع عليك حبيبتي، كملت ذني بس خلني اصفط ذني.
تعال. جيت رجلتي توت انا رجلتي ايش بيك ابو جهالي ايش دريت علي ايش بيك بيك ها رجل ابو جهالي تفضل عيني تفضل ايش رايك لا والله ما اريد شيء جرى شوفك ونروح يلا نروح ماما بابا ايش بيك توت انت ايش بيك شو تريد من انت رجلي كان ايش بيك رجلي كان ايش بيك توت ها رجلي اهلا وسهلا تشرفت بمعرفتك والله واديش والله عندنا الشرف شنو الموضوع وعدنا ما أدري توتة شبيك ما بيه شكل شو ما بيه شفتني مخبلة قدامك مشققة ملابسي والله لو مشققة ملابسي ولا هاي السؤال كنت تعيدي يعني بمرة توتة تدرين صار هل سقب شوية صار كنت تاكلين تبن قصد الصفطين تبن وقعت من التبن وقعتي فلاشت تفليش لا والله أنا وقعت كان ليش ما تقلي وقعت ليش ما تقلي وقعت ايه وقعتي والله وهسه خو ما بيه شي محتاجة شي رحم الله والديك سلامتك رحم الله والديك ثم الله يعين الله يعين وين 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 رايح خراني وين رايح سعي خير هذا رجل خرج استهدى وين رايح تعليلي هذا أهلك هذا بيت أهلك كان بيت تعليل تعليل هذا رجلك هذا رجلك رجلي إيه من زوجي إحنا من زوجي من زوجي الحمد لله شكرا وضعية في طي شكرا ما دني يلا وضعية في طي صاير ثم الله وين ثم الله هذا رجلي وين رايح وين ها وين ليلي اهلك ماتوا وينك وليش انا ما ماتوا ماتوا من زمان قلت من زمان ابوك احترق صفحته امك احترق صفحتها صفحته وين نفيس لا ايش هكر صفحته ما احترق صفحته لا هسه شنو ما شنو جد راح اسوي مرقه بانيه وين مرقه بانيه ابغى قبل شوي راح اطبخ راح اطبخ طبخين ايش فيك توته ماما يبيش تخبلتي؟ هاي مين هاي البيت قل لي أمه تحضج وحض أمه لا ما أمل لمنتج مين جيت أمه هاي مني هاي بنتج مش هاي بنتنا بنتي بنتج هاي بنتي هاي بنتج هاي بنتج هاي بنتج ما ميتة حبيبتي هاي مني ها؟ مني هاي
بنتك بنتي ايه بنتك حبيبتي ام حبيبتي بنتك ما تعرفوا يا لعنتي يلا محتاجين شيء رحم الله والديك عاد الفلوس الرصيد ما عندنا وين وين والله رايحين وين رايح وين عاد اروح اسوي ريوك ريوك ايه من الظهر هم ريوك ايه سوي عشاء سوي عشاء شغلت شوكيتي سوي عشاء عشي 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 فستان فستان لقيت لي الفستان تعال قد تعاي قعدي تضرب تخبلت حضر امامك تضرب حضر امامي انا رجلي شي حضر امامي هات رجلي ايش غصب ايش لعبيبي حبيبي يا عمري الله يعظك هاي شغله مكيسه هاي من هي قاعده اعطيني موبايلك هاي من هي بنتك انت ايه من جد من تعاي بنتي حبيبتي ام حبيبتي الله يحفظك موبايلك بعد موبايل؟ خبر اختك انا خبر فوفا تعالي لاسة الوضعية علي اللاسة الوضعية شنو موبايل؟ هو انت بكامل اقواش العقلية وما قادر ليك انه انت مفقدين الذاكرة موبايلك اعطيني اياه شنو موبايلك؟ عندك موبايل اعطيني اياه موبايل؟ جيبك موبايل 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 عندك جالكسي ايفون هذا موبايل؟ موبايلي هي موبايلك هذا موبايلنا تعرفين الرميز؟ جيب اللي يفتح الرميز رميز تعرفيه؟ هاي مالتنا هاي شنو؟ مالتش موبايل هذا موبايل؟ ايه موبايل؟ تعرفين رميز؟ لو نسيتي؟ همزين على وجهك همزين على وجهك يا ربي ربي انا خابر فوفا انا خابر فوفا تعرفين فوفا مني؟ فوفا مني؟ فوفا مني؟ اسرع قديش فوفا مني؟ الو ها فوفا تعال احكي لي تعال اختك كلت تبن وقعت من التبن وكلت تبن وانا كان التبن واللاصت الوضعيه بعد ما تعرف قامت تحكي ايش بيش وضعيتها تعبت حيل كيست احكي لي وش عاقله ما متحملها انه وقعت من التبن تعال شوف الوضعيه تعال من اللي يوصل يص ها بلك يرجع العقل جودة وش جودة هاي شيء ايش بيها جودة حبيبتي والله واي ابوش مخلف 30 شلون ما يموت 30 اي والله 30 شو شوتها ايش في صاير بيج مني هاي مني وش اختي اختك فخريت اختك 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 يلا غبا شوف شوف فوفا فوفا تعرفيني تعرفين انا منو ما اعرفك من انت زوجك هذا واحد من اطلق من شارع ما الله واحد زوجك وعيب انا زوجي زوجي رجلي زوجي اي رجلك كل عام انت كل عام انت بعرسنا كل عام انت بعرسنا حلو حلو كل عام انت بعرسنا زلمه حال خلفوني اخيتي اموت عليك خلصتني انت خليك اختك هاي صاحبتك الثانيه انا فوق هاي صاحبتك الثانيه صاحبتي الثانيه ايش عليك بيه وش اختك انا شو اصير منك ها انا شو صار مني شو صار مني شو صار رجال غريب بشارع زوجك غير رجلك كان رجلك فوفا ها راح ينزرب علينا ليش خلينا نلحق الدكتور يمشي اي والله امشي دكتور خذين اروح للدكتور اي شوف الوضعيه راح ينزرب علي اي والله يلا شوي شوف الوضع يلا حبيبي يلا للدكتور انا شوف راح نشوف الدكتور في الدكتور انا مغتت اروح الملاعب 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 نركض لبس عباتي لبس عباتي يلا عباتي ناكل عندك العباتيك شنو عباتي عباتي هاي اللبس هيك وين هاي شن عباتي؟ لا ولد مو عباتي هاي عباتي الله يشافيك تري تري لا ولد حلو عليك حلو عليك حلو عليك حلو عليك حلو عليك لا غيب انا عقلي راح مو انت عقلك راح اي والله هاي عبايلك هاي حلو عليك يلا للدكتور بيا الخير يلا للدكتور للدكتور يلا للدكتور لا هي مريم بلكي يرجع الذاكره لا تضربيني ما ادري ما ادري وكليني يا غير ما زوجتك الطيب يلا هات لبسي
يلا لبسي يلا لبسي مو من مو من بس انه عاد ما كنت صغير يا تضرب الله يهديك علي تضرب مني هاي لوقيه لوقيه هاي خريج فيك والله والله اختك مو لوقيه اختي حبيبتي اموت عليك ترى سعاده يلا هاي بتنا تروح ويانا لو ما تروح مني بتنا هاي بتنا هاي بتنا وانا خالتي اهلك ما داو والله وعليكم السلام. اهلا دكتور. اهلا وسهلا. شنو ناقص عليك المزور دكتور؟ لا عيني ماكو شيء. تفضلوا. زاد فضلك دكتور. والله دكتور اريد تراتك معي عالجك. ما نادي والله. وين شكو جاي من عندك؟ قاعد هنا ترى ما عندي وجع لا بطن ولا وجع. قاعد يخش ولا يلا جنوا اخر. لا زوجتي انت منو؟ انت منو؟ انت منو؟ لا زوجتي ايش فاتك كذا دكتور هاي عندي مرتك لتبن وقعت لتبن وصار بيها ايش همين وقعت قلت لي وقعت لتبن جاي تسوي تبن صفط بالتبن وقعت منين وقعت خطيه خطيه انا قاعد تبن شو قلت لك دكتور تحورت تحورت لا لا بس بعد مو عذره دكتور بعد ربط ما ها يعني ربط بعد ماكو ايه دكتور يعني نحكي بموضوع تطفر بغير موضوع وتنسى الموضوع القبلي كنا نحكي بي. بابا تمين وقعتي ما وقعت دكتور هذا كذاب لا دكتور وقعت وقام بعد ما ادري مين وقعت مين انت وقعتي وقعت 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 خلنا نفهم يا دكتور دكتور وقعت وصار هيك بعد ما ماكو ربط عندها كل شيء اه سهله زين سؤال لك هذا شو يصير منك اذا بصفك دكتور هذا واحد زاحف هسه لقيته بالشارع انا دكتور رجلي قلت لك بعد ما كربط دكتور الحقني ترى رجلي رجلي شو حبيبي رجلي الله يعافيك شوف الورقه دكتور كاسه عيوني انت عندك مرض النسيان يا انا عندي مرض النسيان من جاي مرض النسيان تشهد قاعدنا شو دكتور مني شو فيكم انت حاليا طعنا حبيبتي انت ما يحتاج للتحاليل انت عندك مرض فقدان الذاكره فقدان الذاكره دكتور دكتور فقدان الذاكره دكتور مصيبه دكتور والله مصيبه تمام دكتور شنو ايش سوى حبيبتي جابوش حتى يعالجوش انت بيش مرض زهايمر زهايمر دكتور مين هاي البنت شو اسمها؟ دكتور روح دكتور شو دكتور هذا غدت غدت دكتور ليش دكتور هذا شو الموضوع حبيبي هاي البنت يمك عندها فقدان الذاكرة فقدان الذاكرة دكتور دكتور مين دكتور 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 رجل عندك فضاء ذاكرة راح رجعش ذاكرة